اللي هو انا ما الدنيا كلها ما تسواش جنبك، لا ده مش حب، ده تعلق. لكن لما الدنيا تسوى وبدأت الدنيا تسوى في عناية اكتر، وبدأت اركز في اللي انا محتاجه من هذه الدنيا عشان وجودك اداني هذا السكون، اكمل شطر ديني زي ما بي زي ما بي يعني بيقال في الدين. فده اللي ايه؟ اللي حب فعليا. لما تكون بتحسن جودة حياتك، لما تكون بتنام احسن مش بتسهر طول الليل، لما بتكون رايق اكتر، مركز اكتر، مش المشاعر الكتير والاحتياجات التي لم تكن مسددة ما بقتش غلبة عليك، ما بقتش تعبان، ما بقتش ممزقاك، ما بقتش واخدة كل طاقتك، اعرف انه ده حب. لكن في الاغلب التعلق ما بيعملش كده. التعلق بايه؟ ها، واحد يا اما مسكن يا اما باعث على الاضطراب، اعرف ان ده تعلق على طول. نمره اتنين، لا يحسن جوده حياتك، تلاقي حياتك بتسوق، تلاقي النوم مش كويس، الصحه بقت في النازل، الاكل بقى